سميتي صوفيا فتحي، والحكاية ديالي ماشي بحال أي حكاية. بدات هادي 3 سنين ونص، دري ضعيف بزاف رقيق إلى حد أنه كانوا كيحكرو عليه بزاف صحاب. دري اللي كيلقاو كل يوم أحكام من عند الناس اللي قراب وبعاد عليه. دري اللي كان كيدير أي حاجة باش يكون مختلف على الآخرين. دري اللي كان بدون ثقة في النفس وساهل شتحك عليه. ولكن أهم حاجة هي أنه كنت عارف بأنه غيجي واحد النهار اللي غادي نغير فيه هادشي كامل، وغنغير هالوضعية نحو جميع الأحلام ديالي إلى حقيقة. إلا بغيتي توصل للهدف ديالك، سواء كان في الرياضة، في الخدمة، في القراية، فكاين طريق وحل واحد، وهو الخدمة. الخدمة كل نهار، وما عمرك تكون راضي إلا كنتي وصلتي ليه 100%. كون متشاور وبغيتي تزيد براسك القدام، وتدور بيك الناس والصحاب اللي غيحبوك، وغيموتيفيوك، وغادي يتبعوك في كل مرة غادي تطيح فيها. ما غاديش نقول لك أنا الطريق اللي غادي تدوز منها ساهل، الطريق اللي غادي تدوز منها صعيبة وصعيبة بزاف، ولكن إلا شفتي في راسك، كون أكيد أنك غادي توصل. باش بديت في الفيسبوك ويوتيوب، عمرني كنت كنتخيل ان الباج غتكبر وغيولي عندها العدد المتتبعين. الهدف من الباج والقناه وتصاور الفيديوهات اللي كنت كندير بصفه عامه، وهو نحاول موتيفي الشباب ونحبهم في الرياضه ونبعدهم على التدخين والمخدرات، ونقرب كل واحد ليا ونعاون اي واحد باللي قدرت عليه، سواء المعلومات او التجارب اللي دوزت. ومع الوقت الحاجه اللي درتها من القلب لقات الاعجاب بزاف ديال الناس. شكرا لاي واحد شجعني فاش تلقى بيا، صيفط لي ميساج او كتبيات عليه. شكرا لاي واحد عاوني فاش يلاه بديت، الاكثر ديال نشروا بارطاجوا وتصوروا الفيديوهات ديالي. شكرا لاي واحد حط انتقاد بالنا، حيت نتوما اللي عاونتوني نزيد لقدام. يوم راه يوم كتزيدوا، واليوم نتوما اكثر من 4000 واحد. كنشوفكم بحال العائله الثانيه ديالي، مكراش نتلاقى بكم كاملين. ثق بالله وبوالديك وبالناس اللي كيحبوك. الحلم كيبقى غير حلم، ولكن اللي خدمتي عليه كن اكيد انك غادي ترجعو حقيقه. انا ثيق بك غادي تقدر توصل.